بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، جمهوري هذا الميدان، الحدث دائما هنا يأتي من ميدان الطي، الحدث دائما يأتي من هذه الشعارات الجميلة. شوطنا الثالث الذي انطلق شوط لا يقل أهمية عن بقية الأشواط، والشوط الثاني خصص الإبكار الفاخر 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 اللي سوى الاعجوبة، اللي سوى الرقص، اللي سوى العرض التلقائي لحمدان بن محمد بن عتيج المقعودي. حدث لن يسبق، حدث لن يسبق في هذا الميدان، في هذه الانطلاقات الجميلة. 4:25. سلامي عليك المقعودي وعلى هذا الأداء من هذا الميدان. هناك إلى الإهباب، إلى الإهباب ننقل هذا السلام وننقل هذا التوقيت محمل على ظهر الفاخر. شوطنا الثالث هناك أيضا الطيارة راشد بن سعيد بن راشد النيادي، النقلة على المركز الثاني شقرة إلها حلو التواصيف، يا العمري الأول عن الباقي التل محمد بن سعيد بن سالم العمري، بينما اللي في المركز الثالث أيضا وصلت مبشرة سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة لاجتبي، وفي المركز الرابع أيضا جو عبد الله بن مطر بن محمد بن رفيعة. المركز الخامس وعد أحمد بن خليفة بن أحمد بو سحر الشامسي. هكذا كانت نتيجتنا أيها الإخوة، نتيجة فاخرة، نتيجة مميزة، نتيجة حصادية، ولكن خلف الخمس أسامي كثيرة، شعارات مميزة. الله يا النيادي، النيادي اسمه ينادي على المركز الأول، اسمه مع الطيارة، متى بنقول طارت الطيارة يا النيادي وحلقت في مدينة العين، مدينة الخضرة والجمال. راشد بن سعيد بن راشد النيادي من أتى بالطيارة هناك من ميدانه إلى ميدان الطي، فمرحبا بالضيوف، مرحبا بالضيوف. من أين أتوا؟ من أين ميدان شقرة في المركز الثاني لمحمد بن سعيد، أيضا حاضر بن سالم العمري، العمري ولكن بن حلوة أيضا هناك مع مبشرة سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي. المركز الرابع أيضا بو سحر مع وعد أحمد بن خليفة بن أحمد بو سحر الشامسي. وفي المركز الخامس عشيمة، في خامس المراكز ولا ما بقول الهيروس نامة، هناك محمد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري. هكذا كانت نتيجتنا أيها الإخوة، السبوق تريح أعصابك، تشتهر ويشيح طاريها يا النيادي. يلا روح روح، كان اكتب التوقيت، بذكرك بالتوقيت، بذكركم بالتوقيت، التوقيت الفاخر، التوقيت المميز. شلوها الإهباب، شلوها الإهباب من هذا الميدان. 4:25. حدث لن يسبق في هذا العالم الساحر في انطلاقات سن الحجايج. نتمنى إن شاء الله التوفيق. المركز الأول، الله يا الطيارة، متى بنقول طارت الطيارة، متى بنقول طارت الطيارة، ولكنها رزنامة. بالمركز الثاني التي غيرت، تتلفت يمين ويسار، تنتظر الأوامر، تنتظر الأوامر من مالكة، من مضمرها محمد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري. العامري الطيارة في المركز الثاني راشد بن سعيد بن راشد النيادي، وفي المركز الثالث جو عبد الله بن مطر بن محمد بن رفيعة. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، طارت الطيور، طارت الطيور، ورزنامة بن دحروي، رزنامة بن دحروي تبى التوقيت، تبى المركز الأول، تبغي سلامات مهنية. بسم الله بسم الله، محمد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري، العامري ولا النيادي، العامري ولا النيادي. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، إلى أين سوف يذهب؟ مدينة العين ولا الإهباب؟ مدينة العين، عيناوي، السلام عيناوي. طارت يا النيادي، طارت. راشد بن سعيد بن راشد النيادي مركز ثاني، محمد بن مطر محمد بن دحروي العامري مركز ثالث، لعبد الله بن مطر محمد بن رفيع المركز الرابع. هناك منصور بن سيبة خلفان الغويس. 4:36، 34 جزء من الثانية. تهانينا والناموس ما شاء الله لهذه الأسامي، لهذه المراكز التي حصلت هنا على المركز الأول. تهانينا والناموس.